بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول عبد الرحمن السيد أبو طالب. الأخ عبد الرحمن له سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه: نحن أربعة إخوان نعيش مع والدتنا في بيت واحد. أبونا متوفى، وقبل أن يتوفى أبونا زوج منا اثنين وبقي اثنان بدون زواج حتى الآن بسبب سوء الحالة الاقتصادية وبسبب ارتفاع الأسعار. ذهب واحد من الاثنين الغير متزوجين للعمل في الخارج ورجع بمبلغ من المال، وقال لأخيه الآخر: خذ أنت هذا المبلغ وتزوج به، وأنا سيؤجل زواج الآن. وحدث ذلك بالفعل، وبعد مدة سنين طلب منا الأخ الرابع الزواج، ولكن للأسف المبلغ الذي معه لم يكمل مصاريف الزواج. والسؤال هنا: من الذي يساعد الأخ الرابع ماديا في زواجه؟ الإخوة الثلاثة الذين يعيش معهم في بيت واحد، أم الأخ الذي تزوج قريبا والذي أعطاه أخوه المبلغ فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تزويج الأولاد يجب على أبيهم إذا كانوا لا يستطيعون تزوج بأنفسهم، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه. فمن زوجه منهم في حياته فإن هذا يعتبر من الواجب على الأب، تابعا للنفقة الواجبة عليه نحو أبنائه. أما بعد وفاته فإن كل واحد من الأبناء يزوج نفسه، إما من ميراثه إن كان له ميراث من أبيه، وإما من كسبه، وليس له حق واجب على إخوانه إلا إذا كان لا يستطيع التكسب وليس عنده مال ويخشى عليه من الفتنة. فإنه يجب على من تجب نفقته عليه أن يزوجه إعفافا له. أما إذا كان له مال من ميراث أو من تكسب أو هو يستطيع التكسب وتحصيل نفقة الزواج وغيره، فإنه لا يجب على إخوانه أن يزوجه إلا من باب التبرع هو والإحسان. جزاكم الله خيرا. قضية أخرى يقول فيها أخونا: حدث خلاف بين اثنين من أقارب في مكان قريب من بيتي، حاولت أن أصلح بينهم بالحسنى ولكن فشلت، وأحسست بأن الشيطان دخل بينهم، ووصل الخلاف إلى السب والشتم. فقلت لهم: يمين بالله أن تتفرقا فورا وتذهبا من هذا المكان أنتم الاثنان. ولكن مع الأسف ذهب واحد منهم ورجع بعد نصف ساعة، ولكن الآخر لم يذهب. وحينئذ وجب علي أن أسأل عن ذلك اليمين الذي أقسمته، هل يعتبر قسم وهل وقع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قصدك من هذه اليمين أن تنهي النزاع الذي بينهما، فذهب أحدهما وانقطع النزاع ثم عاد بعد ذلك ولم يحصل النزاع، فإن اليمين قد حصل المقصود منها ولم تحنث فيها. أما إذا كان لم ينقطع النزاع وأنت قصدك من اليمين أن يغادر المكان حتى ينقطع النزاع لكنه رجع وعاد النزاع كما كان، فإنه يكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف ساعة من الطعام، أو كسوتهم كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة إن استطعت. مخير بين هذه الأمور، فإن لم تستطع واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحريم.
تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات في القصيم بريدة، أختنا تقول عن نفسها أختكم في الله أمة الله بنت عبد الله. أختنا صدرت رسالتها كالتالي، تقول إلى أسرة برنامج نور على الدرب، أقول لكم والذي نفسي بيده إني أحبكم في الله ولله، وإني أدعو الله أن يحفظكم وأن يسدد على الدرب خطاكم وأن يغفر لكم ولوالديكم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، كما أرجو منكم أن تدعوا لي بالتوفيق في الدنيا والآخرة. ثم تقول في سؤال لها، في سنة 1408 ذهب والدي ومعه أخي البالغ من العمر 8 سنوات للصلاة مع إمام المسجد، وكان المسجد بعيدا عنا وليس كل البعد عنا. قلت لأخي إذا ذهبت مع أبي أحضر لي مصحفا من مصاحف المسجد، وأنا لم أكن أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء من المسجد بدون إذن صاحبه، وهذا المصحف أنا أقرأ فيه في المدرسة وفي البيت وفي رمضان، وأعطيه لمن يريد أن يقرأ فيه وهو معي الآن وأقرأ فيه، وصاحب هذا المسجد بنى مسجدا قريبا منا، هل يمكن لي أن أرجع ذلك المصحف في المسجد الجديد أم يجب علي إرجاعه حيثما كان يدخلني؟ جزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحب في سماء حياتنا فيه، وكذلك نسأل الله عز وجل أن يزيد من محبة الخير والإقبال على طلب العلم النافع. وأما ما ورد في سؤالك من أخذ المصحف إلى المسجد، هذا أمر لا يجوز، لأن المصاحف التي في المسجد مخصصة به وهي وقف عليه ولا يجوز نقلها منه، فعليك أن تعيدي هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذ منه لتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله، ولا تعود لمثل هذا العمل. بالمناسبة ننبه إخواننا لأن أن لا يتساهلوا في هذا الأمر، فإن المصاحف التي في المساجد والكتب التي في المساجد أوقاف عليها لا يجوز أن تنقل منها، لأن نقلها تغيير للوقف عن موضعه، فعلى من أخذ شيئا من المسجد أن يرد ويستغفر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ما حكم تسريح الشعر بدون فرقه، علما بأن تسريح الشعر عادي بدون رفعه إلى أعلى فوق الرأس بحيث يظهر من وراء العباية، هل يجوز ذلك أو لا؟ تسريح الشعر على صفة لا تشبه فيها بالكافرات أو بالفاسقات، وكذلك ليس فيها تشبه بالرجال، فتسريح الشعر على الصفة الخاصة بالنساء المسلمات لأنه هو مطلوب، لأنه من العناية بتجمل المرأة وزينتها لزوجها، والفرق فرق الشعر هذا أحسن وأجمل. فرق الفرق إذا كان المطلوب منه تشبه بما ذكرنا من الكافرات أو من الفاسقات أو التشبه بالرجال، هذا لا يجوز. الحاصل أن فرقه أحسن وأتم وأكمل في الجمال، وربما أيضا أن يكون أصلح للشعر. جزاكم الله خيرا. بقية السؤال عن موضوع إعادة الشعر إلى الخلف بحيث لا يظهر من وراء العباية كما تقول. جمع الشعر من الخلف أو من أعلى الرأس كل هذا لا يجوز، بل الشعر يرسل إما على شكل نوائب وإما على شكل ضفائر، أما أن يجمع ويكون له حجم من الخلف أو من أو على أعلى هذا لا يجوز، وجمعه أعلى هذا أسد، لأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في وصف النساء اللاتي من أهل النار، لأن رؤوسهن كأسنة البخت النائلة، لأنه يكون لها على شكل رأس آخر، فكأن لها كأن لها رأسين تشبه سلامي الإبل البخاتي، هذه علامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها، وكذلك جمعه من القفا أيضا له أيضا نصيب من هذا الذنب. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع خاميحة. أخونا يقول أنا طالب وأدرس في أحد المعاهد العلمية في المملكة، ومن المعروف أن في كل شهر نستلم مكافأة قدرها 315 ريالا، وعندما أعود إلى المنزل يأخذها علي والدي بحجة أنه محتاج إليها، راتبه يزيد عن 7000 ريال شهريا، وإذا لم أعطه المبلغ فإنه سوف يغضب ويقول
يقول لي أنت ومالك لأبيك، ومع ذلك فإن لي إخوة أكبر مني موظفون ولا يأخذ شيئا من مرتبهم، وجهوني جزاكم الله خيرا. يعني الوالد له حق بلا شك، وله أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره، أي لا يضر الولد ولا يحتاجه. فإذا كان الوالد قائما بالنفقة لك وبما تحتاج إليه فله أن يأخذ مكافأتك أو راتبك أو يأخذ منه. أما إذا كان لا يقوم بالنفقة عليك ولا يقوم بما تحتاجه فلا يجوز لوالدك أن يأخذ المكافأة ويتركك في حاجة وفي ضرورة إلى هذا المبلغ، فلا يأخذ إلا إذا كان إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هو قائما بحاجاتك ومتطلباتك وأنت لست بحاجة إلى هذا المبلغ فله أن يأخذه، والحالة الثانية إذا كان هذا فاضلا عن حاجته، إذا كان هو لا ينفق عليك ولا يقوم بحاجته ولكن هذا المبلغ يكون فاضلا عن حاجته تشتري حوائجك منه ويطلب منه الشيء فالوالد أن يأخذ الزائد. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لو تكلمتم بعض الآباء ينسى هذه القضية، ينسى أن للابن حاجات أنه يريد أن يكون نفسه، وبعض الأبناء في الطرف المقابل ينسى أن الوالد يصرف عليه وينفق عليه كما تفضلتم. حبا لو تكرمتم بالتوجيه للطرفين جزاكم الله. نعم، توجيه للطرفين بأن يلزم كل منهما الاعتدال. فالوالد إذا كان قائما بالإنفاق على ولده وبما يلوم من الحاجات كما ذكرنا له أن يأخذ من مال الولد. نعم. والحالة الثانية إذا كان الولد عنده وفر من المال فائغا عن حاجته فالوالد أيضا أن يأخذ منه، خاصة إذا كان الوالد محتاجا. نعم. إلى ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فليس للوالد أن يسرف للولد، وليس للولد أن يمتنع من البر لوالده والإحسان إلى والده بأي نوع من أنواع الإحسان، ومن ذلك أن يعطيه من المال ما يتوسع به وما يسدد به ديونه إن كان عليه ديون، وبما يحتاجه النفقة على بيته، لأن هذا من البر وهو الإحسان إلى الوالدين. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الأب ذو عيال كثيرين ليس لهم دخل إلا هذا الولد فإن له دخل، كيف توجهون جزاكم الله خيرا؟ لا يختلف الأمر عن مثل الطيب، له أن يأخذ من ولده إلى حد لا يتضرر به الولد، لأن يترك للولد ما يؤمن حوائجه ويقيم له الدراسة ومتطلباتها ولا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: ألف مين، يقول: أنا طالب علم وأرغب في تكوين مكتبة دينية في منزلي، فهل لكم أن تدلوني على الكتب المفيدة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الكتب هي جانب طالب العلم، وتكوين المكتبة في البيت هذا من أهم وسائل طالب العلم، وربما يتعدى لك هذه المكتبة إلى الذين يقرؤون من الرجال والنساء في البيت. والكتب التي نوجه اقتنائها كتب كثيرة ولله الحمد، أهمها كتب التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، تفسير الإمام ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام البغوي، تفسير ابن عطية، وتفسير القرطبي، وأضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين السنديدي رحمه الله، وكذلك تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وفي كتب العقائد أيضا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب العلامة ابن القيم، وشرح الطحاوية العز بن أبي العز الحنفي، كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لنازلي، وكتاب السنة اعتقاد السلف اللامسائي وغير هؤلاء، وكتب العقائد المكتوبة على منهج السلف الصالح. وفي كتب الحديث يبدأ من بلوغ المرام وشرحه سبل السلام، إلى المنتقى وشرحه نيل الأوطار، إلى الصحيحين شرحيهما الحافظ بن حجر والحافظ النووي، كتب السنن الأربع وشروحه
وشروحها، وكذلك شرح السنة للإمام البغوي، كذلك جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية وتكملتها للحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله، كذلك رياض الصالحين وشرحه إلى غير ذلك من كتب السنة ما أمكن. وأما في كتب الفقه مثلا في الفقه الحنبلي يبدأ من متن الدليل وشروحه إلى شرح الزاد، متن زاد المستقنع وشرحه، الروض المربى، شرح المنتهى، شرح الإقناع، كشاف الإقناع، الكافي لابن قدامة، المقنع للإمام ابن قدامة وشرحه، الشرح الكبير لابن أبي عمر، المغني لموفق الدين ابن قدامة، شرح الزركشي على مختصر الخرفي، الإنصاف في بيان الراجح والمرجوح في المذهب، هذه كتب الفقه على المذهب الحنبلي. وكذلك ما تيسر من الملاهب الأربعة، من كتب الملاهب الأربعة مهما أمكن الإنسان أن يقتني منها. وأما في اللغة العربية فمثلا الملحة شرحها، والقطر قطر الندى وشرحه لابن هشام، الألفية وشرحها لابن عقيل، هذه كتب المسلم بحاجة إليها. كذلك كتب اللغة مثل قاموس المحيط ولسان العرب والصحاح اللغة للجوهري، كل هذه مراجع اللغة العربية. بالنسبة للسيرة لو تكرمت، السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب السيرة لابن هشام شرح الروض الألف، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة ابن القيم، مختصرات السيرة مثل مختصر الشيخ عبد الله بن محمد، مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصرات السيرة جيدة. كتاب السيرة لابن كثير، هذه في كتب السيرة النبوية. وفي مثلا علوم الحديث هي نخبة الفكر وشرحها للحافظ بن حجر، فتح المغيث شرح الحديث العراقي. جزاكم الله خيرا. ماذا عن كتب الأحكام التي كرمتم؟ ذكرنا كتب الأحكام من الفقه ومن السنة النبوية، مثل البلوغ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والمنتقى من أدلة الأحكام، هذه كلها في أحكام الفقه. تبدأ من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. وما عنه باستنباط الأحكام من القرآن الكريم الذي كرمتم؟ مثلا كتاب أحكام القرآن للحافظ الإمام ابن العربي المالكي، هذا كتاب جيد في بيان أحكام القرآن. وأيضا القرطبي رحمه الله، تفسير القرطبي هو يعتني بأحكام القرآن. وكذلك أضواء البيان للإمام شيخنا الشيخ محمد الأمين السنديقي، أيضا يعتني بالأحكام القرآنية، بالأحكام الفكرية من الآيات القرآنية. جزاكم الله خيرا. إذا ترون أنها كافية عن تلك الكتب التي عنيت بآيات الأحكام؟ هذه عنيت هي نفس الكتب التي تسمى تفسير آيات الأحكام، مأخوذة منها. هي المصدر وهي المرجع. مثل كتاب الأحكام للبصاص الحلبي، مثل كتاب الأحكام للهراسي، كلها من هذا النوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن صفة قيام الليل وعدد ركعاته وعن الوتر. قيام الليل مرغب فيه، وهو أفضل صلاة النافلة. قيام الليل أفضل صلوات النوافل بعد الرواتب التي مع الفرائض، وليس لقيام الليل حد محدود. الإنسان يقوم ما تيسر له ويختم قيامه بالوتر، وإذا تحرى أن يقوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة أو في 13 ركعة، ويرتل القراءة فيها وأيضا يطمئن فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا أحسن. وإن زاد أو نقص فلا بأس بذلك، هذا راجع إلى رغبة الإنسان وإلى نشاط الإنسان. والمطلوب أن الإنسان لا يترك قيام الليل ولو قل، إلا كان له قيام من الليل يداوم عليه، ولو قل فهو أفضل من الكثير الذي لا يداوم عليه. والمهم أن يختمه بالوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم قيامه بالوتر. وكل ما كان في جوف الليل وفي آخر الليل وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل فهو أفضل. وإذا صلى من أول الليل قبل أن ينام فأيضا لا بأس، يعتبر من صلاة الليل، ولكن كل ما كان متأخرا من الليل فهو أفضل، خصوصا في جوف الليل وفي ثلث الليل الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من حديث عن الوتر كما قال أخونا؟ الوتر نعم سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا، وكان يداوم عليه. وصفته أن يختم
تهجده من الليل بصلاة الوتر وهو ركعة واحدة. مثلا إذا كان يصلي عشرا فإنه يوترها بركعة واحدة لتكون 11 ركعة، وإذا كان يصلي 12 ركعة فإنه يوترها بواحدة لتكون 13 ركعة، وإذا كان يصلي أربعا يختمها بركعة لتكون خمسا، إذا كان يصلي ستا يختمها بركعة لتكون سبعا، إذا كان يصلي ثمانيا يختمها بركعة لتكون تسعا، إذا كان يصلي ركعتين فقط فإنه يختمها بواحدة لتكون ثلاثا، ولو أوتر بركعة واحدة فقط ولم يصلي غيرها من الليل لكفى هذا وترا سنة. فأقل الوتر ركعة واحدة وأعلاه 11 ركعة أو 13 ركعة. يسأل أخونا فيقول كيف يرقي الإنسان نفسه وأهله؟ يرقي يرقي نفسه ويرقي أهله وغيره بأن يقرأ على نفسه أو على غيره من كتاب الله عز وجل، يقرأ الفاتحة لأن الفاتحة هي أعظم أنواع الرقية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، فيقرأ الفاتحة على نفسه أو على غيره من المرضى، ويقرأ كذلك المعوذتين الأعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس، ويقرأ ما تيسر من القرآن أيضا مع هذه السور، وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله يرقيك بكل داء يريك، شر كل نفس وعين حاسد، أسأل الله يشفيك، بسم الله اشفي أنت الشافي، لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، كلنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك شفاء من شفائك، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعويذات أيضا: أعيذك بكلمات الله التامات، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. جزاكم الله خيرا. لو أراد الإنسان أن يعود إلى هذه الأدعية فضيلة الشيخ صالح ليحفظها، أين يجدها لو ذكرت؟ يجدها في كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، فإنه حافل بهذه الأذكار والأوراد الشرعية، كذلك الرياض الطيب للإمام ابن القيم، كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذه الكتب تعنى بذكر الأذكار والرقى التي، وكذلك زاد المعاد لابن القيم الطب النبوي.